في هذا الفيديو إن شاء الله راح ننقل تشيع وكلام مهم جدا بعد دراسة لأكثر من 13 سنة، استبصار أبو الليث من الأردن. أخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عدوهم. حياكم الله بفيديو جديد. أقتبس هذه الكلمة ونستمع إن شاء الله إلى تمام الكلام وتمام الحوار. الشخص الذي يخلف محمد صلى الله عليه وآله يجب أن يكون كمحمد صلى الله عليه وآله، يجب أن يمتلك أخلاق الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، بلاغته، حكمته، شجاعته. وهذه شيء لا ينطبق إلا على شخص واحد وهو الإمام علي عليه السلام. هذا هو كلام الباحث السني أبو الليث من الأردن، والذي جاء تشيعه بعد 13 سنة. يقول تعيش 100 سنة ولا تسمع في كتاب بكتاب حديث أو عفوا بحديث كتاب الله وعترتي، تعيش 1000 سنة وما تسمع بموضوع رزية الخميس اللي إن شاء الله أرجع بالتعقيب عليه. فخليكم هاي الفيديو. من الأخ الأردني، تفضل أخونا أبو الليث. أستاذ وعد، معلومة طبعا هذه واضحة للجميع، والله يعيش الشخص في بلاد يعني ما يسمى السنة يعيش 100 سنة ولا يسمع بحديث الثقلين اللي هو الحديث الصحيح، الله كتاب أخير. الله وعترة آل بيت، والله ما تسمعه لو تعيش 100 سنة، لا تسمعه في مسجد ولا تسمعه في إذاعة ولا تسمعه في أي مكان. هذا رقم واحد. وليد سامحني سيدي، ولهذا أنا أنصح جميع من يريد أن يصل إلى الله وأن يدخل الجنة وأن يلجها أن يبحث بتجرد وبقلب عفوي، وأن قبل أن يبدأ البحث أن يدعو الله دعاء خالصا مخلصا لله، ويقول يا رب اهدني لما فيه الخير وما فيه الصلاح لي وما يدخلني الجنة. هذا ما هذا إذا كان يعني على نية صادقة فسيهديه الله. تفضل سيدي. نعم طيب. وكذلك أستاذ وعد والجميع، تعيش 100 سنة ولا تسمع بكلمة غدير خم. غدير خم، والله تعيش 100 سنة ولا تسمع ما هو غدير خم وما حدث في الغدير، وما تسمع بحديث الطير. حديث الطير طبعا هذا حديث صحيح ولكن قليل يسمعه، إن بينما كان رسول الله في بيته في بيته أهدي له طيرا مشويا فقال اللهم ابعث أحب الخلق إليك يأكل معي هذا الطير. مين كان في بيت رسول الله يخدمه في ذلك الوقت؟ أنس بن مالك. فطرق الباب فذهب أنس يفتح الباب فإذا به الإمام علي سلام الله عليه. الله فقال أنس بن مالك، شوف الحقد على الإمام وين، شوف الحقد. فقال أنس للإمام علي، يا علي إن رسول الله في حاجة. فانصرف الإمام علي، ثم بعد هنيها طرق الباب فإذا هو علي، فقال له أنس نفس الكلام، يا علي إن رسول الله في حاجة. تخيل. وبعد هنيها يقول لك طرق الباب فإذا بالإمام علي، فقال رسول الله يا أنس أدخل عليا. الله أكبر. فلما سئل أنس بعدها بسنوات لماذا صرفت عليا 3 مرات، فقال أردت أن يكون أحب الخلق إلى الله رجلا من قومي، يعني الأنصار. شوف بده يصرفها عن علي. ولذلك أخي لا يحبك إلا مؤمن أحسنت. ولا يبغضك إلا منافق. هذا كلام بيض الله وجهك يا أبو الليث، الله يبيض وجهك يا أبو الليث، دنيا وآخر. معلش كمان شغلة
والله تجلس في بلاد السنة 100 سنة لا تسمع برزية الخميس. ترى أحد الأسباب الرئيسية التي خلتني أبدأ بالبحث من ضمنها رزية الخميس، وكيف أن عمر بن الخطاب يتطاول على رسول الله محمد ويقول رسول الله يهجر، بعدين حرفوها بالحديث قال غلبه الوجع، هذه تخفيف للحديث، قال رسول الله يهجر حسبنا كتاب الله. فأنا قعدت سنين وأبحث ليش عمر بن الخطاب قال حسبنا كتاب الله، يعني ما هو المقصود يا أخي؟ والله ما تقدر تعرف إذا ما وقفت وقفة عظيمة وتدبرت وتفكرت، صعب تعرف السبب. عمر قال حسبنا كتاب الله لأنه عمر سامع مرارا وتكرارا من رسول الله تركت فيكم ما إن تمسكتم بما لم تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وأسرتي آل بيتي. فعمر لما قال حسبنا كتاب الله ليس أبدا قال حسبنا كتاب الله حتى يلغي ويطيح بالعترة. الله أكبر. عمر أطاح بالعترة في هذه اللحظة طبعا، والمشكلة معه مسلمون يقولون كما قال عمر رسول الله يهجر وحسبنا كتاب الله، وحديث كثيرة. بعدين معلش أستاذ ميسم، أستاذ وعد، نعم. والحديث للجميع، الأستاذ ميسم وأحمد اللام الموجودين وللناس تسمع كلها يا أخي. تجد المؤامرة محبوكة حبكة عظيمة، يعني مؤامرة متقنة شديدة الإتقان، مش أي كلام والله صحابة وأطهار واجتهدوا، ما في اجتهد وأخطأ، مؤامرة محبوكة للإطاحة بهذا الدين من أصله. وأنا أعطيك الأدلة هسه من خلال بحثي، تجد دائما للأسف، يعني هسه ناس راح يزعلوا خليهم يزعلوا، طيب. تجد أن عمر بن الخطاب هو وراء المشهد، وهو الرجل حتى في حياة أبو بكر عمر بن الخطاب دائما يدفع بأبي بكر، كلما تراجع في أي موقف أو أحد المشاهدات أبو بكر يتراجع وكذا، عمر تجده يقف خلفه ويدفعه للأمام، وهذا من خبثه. ليش؟ قال لك باعتقادي أنا أفسرها كمان مثل ما تفهموها، عمر يدفع بأبو بكر لتولي السلطة طول الوقت، حتى إذا فشل أبو بكر هي عمر في أمان ما صار عليه شيء، وإذا نجح أبو بكر في الوصول إلى السلطة خلص مضمونة إله، هو الرجل الثاني بعد أبي بكر. الله أكبر. أحد المواقف مثلا أعطيك موقف السقيفة، وكيف أن عمر تصدى وهو كان يدفع بأبي بكر وبايعه أبو بكر ومشيت السلافة زي ما نقول، اللي يسموها هل تذكر الكلمة فلتة، كانت خلافة أبو بكر فلتة، يعني محاولة وغطت يعني ومشيت. طيب، والمشهد الثاني لما كان أبو بكر خليفة. لا والمشكلة أبو الليث يقول فلتة وقال الله شرها، يعني شر، هي شر، هو يقول الله وقانا شرها، يعني خلافة جاية من الشر. هو بفهمه انه وقانا شرها انه ما انكشفوا في هذيك اللحظة، ولكن شر الفلتة هذه لا نزال نعاني منه حتى هذه اللحظة، وفي المستقبل سنعاني من شر هذه الفلتة. اعطيك الموقف الثاني في خلافة ابو بكر، عندما جاء يهودي يسأل عن الدين فقال له اسأله، معلش مهمة بس جملة، فقالوا هذا له أبو بكر، هذا هو الخليفة، فتحدث مع أبي بكر ثم خرج، وكان هذا اليهودي يعني غير مقتنع بما قاله أبو بكر، فقالوا له اذهب إلى الإمام علي، فذهب اليهودي إلى الإمام علي وتحدث معه ثم خرج قائلا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فتراجع أبو بكر تراجع، وبالحديث وهي الأخوة يثبتوا، أراد أن يستقيل وصعد إلى المسجد، فقال له عمر بالحديثة لا نقيلك ولا نستقيلك يا أبا بكر، لا نقيلك ولا نستقيلك، يعني في لحظة من اللحظات أبو بكر أراد أن يتراجع لأنه عارف أنه مش قد الحمل، هذا حمل عظيم، مش أي واحد والله، صحابتي كالنجوم مثل الحديث اللي طلعوها، بأي ما اقتديتم اهتديتم،
يا اجيب واحد من الشارع وخليه خليفه وقائد المسلمين. يا اخي الخليفه ويا جيب شوف اعطيك جمله في غايه الجمال. الذي يخلف محمد يجب ان يكون باوصاف واخلاق محمد. الله اكبر. انظر الى عمر بن الخطاب لما صار خليفه، كان بيده الدره ويمشي في الاسواق. الدره احنا نسميها عندنا باللهجه المحليه العصا الغليظه اللي راسها مدبب، قنوه، مش عارف شو تسموه بالعراق. توثيه نسميها. هذا رجل يصلح لكي يخلف محمدا؟ هل هو باخلاق محمد؟ وكيف كان يتصعد يتصور ويتجسس على الناس عمر بن الخطاب؟ والله العظيم احد اسباب بحثي هي اخلاق عمر، هذا الرجل الذي خلف رسول الله محمد وهو ليس باخلاق الخليفه. الذي يخلف محمد يجب ان يكون باخلاق محمد. انظر الى اخلاق كل الخلفاء. الرجل الوحيد الذي بأوصاف وأخلاق محمد هو تلميذ محمد وصاحب محمد الإمام علي. هذا هو الرجل، أقول لك من الآخر، أحق الناس بخلافة رسول الله محمد هو الإمام علي. واللي يقول هالكلام هذا عقله مضروب ومضلل وإنسان لا يفهم. لا نختم الجملة، فعلا هذه معلومة مهمة جدا، أن المذاهب التي وجدت لخدمة الطاغية أو الحاكم، طبعا ما عدا مذهب محمد وآله كما ذكرت في الحلقة الماضية، مذهب محمد وآله لخدمة الإنسانية، والمذاهب السنية وخصوصا السلفية والوهابية لخدمة الطاغية، وشرائعها وأحاديثها مرتبة ومجهزة لخدمة الطاغية فقط. شكرا لكم، حياكم الله من جديد إخواني أخواتي. المؤامرة محبوكة بشكل كبير جدا، لا تسمع بحديث الكساء، لا تسمع بحديث الطير، لا تسمع بشجاعة الإمام عليه السلام، لا تسمع بموضوع رزية الخميس، لن تسمع بهذه الأمور. والآن إحنا عندنا يعني أفرد قوس، يعني أهل الأردن اليوم لو كان عندهم معرفة بأهل البيت عليهم السلام، معرفة مجتمعيا صحة العبارة، والمجتمع يعرف أهل البيت عليهم السلام بشكل صحيح، لما كان أسماء يعني حارس مرماهم. وأنا ما أريد أدخل الرياضة بالدين، لكن فقط هذه كملاحظة، لأن الحارس هو من المجتمع وابن المجتمع. يزيد اسمه، إخواني أخواتي ركزوا ودققوا، اسمه يزيد. فلو كان عندهم ذرة محبة لأهل البيت عليهم السلام، أو خلينا نقول معرفة، لا نقول إنه يبغضون أهل البيت عليهم السلام بشكل عالي، لكن نقول لا يعرفون. لذلك هذه هي الحبكة، وهذا هو الأمر المحبوك بشكل كبير جدا. نعم، من ذلك الزمن إلى هذا الزمان هناك تهتيم لفضائل أهل البيت عليهم السلام وللعترة الطاهرة. إخواني أخواتي، لا نقول بهذا الفيديو إلا هدى الله الجميع لنور محمد وآل محمد، كما هدى هذا الأخ أبو الليث من الأردن. أخواني أخواتي، بذلك نصل إلى ختام الفيديو، وانتظروني إن شاء الله بفيديوهات قادمة. إلى ذلك الحين انتظرونا، خادمكم ومحدثكم علي، وفي أمان.